نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحاً للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يأذن لدى تسلمه التقرير الأولي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات بإحالة كل الملفات المتضمنة لشهائد علمية مدلسة على النيابة العمومية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد إجراءات جديدة لضمان حسن تزويد حرفائها بالمياه خلال الصائفة. وزارة الصحة تشرع في انتداب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من السنة الحالية. آلة الحرب الصهيونية تكثف عملياتها ضد أبناء غزة العزل، وحركة حماس تؤكد التزامها بالانخراط في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار يلتزم فيها العدو الصهيوني بشروط المقاومة. إلى تفاصيله. مستمعينا متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد التقرير الأولي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى. جاء ذلك لدى استقباله أمس رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مقرر اللجنة عماد الحزقي. وأذن رئيس الجمهورية بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلسة على النيابة العمومية. كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في أعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤوليتها القانونية كاملة. واجب أن ترتب الآثار القانونية التي ينص عليها القانون، ومن يتخاذل أو من يتواطأ فلا فرق بينه وبين الشريك في الجريمة، ومن يريد ترهيب الذين كشفوا ملفات الفساد فلن يبقى بدوره خارج الملاحقة القضائية ودون محاسبة أو جزاء، فلا أحد فوق المحاسبة ولا أحد فوق القانون. لديكم تقريبا أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلسة. ومن المفارقات اليوم في تونس أن الذي قام بالسطو على مقدرات الشعب التونسي ودلس كل هذه الشهادات يتظاهر بالعفة ويريد أن يلعب دور الضحية. والحمد لله تعالى أن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية عبد المنعم بلعاتي أن المرحلة القادمة تتطلب مراجعة السياسات الفلاحية من أجل تأقلم وصمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية. وأضاف لدى إشرافه أمس على ندوة حول الأمن الغذائي والتغيرات المناخية أنه سيتم في إطار التعامل مع ندرة المياه إطلاق برنامج مشترك مع وزارة البيئة لاستغلال نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في القطاع الفلاحي. احنا اول اهداف نتاعنا هو كيفية التعامل مع كل ما هو مياه. احنا عمناو اللقيت هذا الواحد ما يرخدش. التونسي منين باش يشرب؟ والحمد لله جات المطر من بعد معناها وتسرحت الامور، لانه مع هذا فيه برنامج لتركيز محطات تحلية متاع مياه. تعرفوا اللي عندنا واحدة تخدم في جربة، ثلاثة في الوقت الحالي تور الانجاز اللي هي الزرات في جابس، اللي هي صفاقس، واللي هي سوسة. ان شاء الله يا رب من الاخر العام هذوما يدخلوا تور العمل، وهذا بالطبيعة باش يكون إضافة كبيرة برش على مستوى كل ما هو فلاح، بالإضافة أنه نستعمل المياه الجوفية وبعض من المياه السطحية كيف كيف في إطار التعامل والتأقلم مع تغير المناخ. مع الفلاحة زادة باش نخدمه مع وزارة البيئة كل ما هي مياه مستعملة معالجة باش يعطينا كمية تقريبا متاع 300 مليون متر مكعب. هذا إيش معناه؟ معناه كأنه عندك سد واحدة سد إضافي، واللي هذا يعطي الإضافة على مستوى كل ما هو استثمار فلاح. وفي علاقة بموضوع التزود بالمياه الصالحة للشرب، تستعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستقبال صائفة 24 و2000 بجملة من الإجراءات لضمان تزويد حرفائها في أحسن الظروف. الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة:
لي صيف 24 برمجنا 75 تدخل في كامل الولايات بكلفة جمليه تولي 50 مليون دينار، فيهم استغلال المياه الجوفيه المتاحه خاصه في حفر الابار، خاصه في المناطق ما تتمسش بالتحويل الفائض مياه الشمال، فما تقريبا 55 بئر عميقه، تجديد وتهذيب بعض الشبكات جلب وتوزيع المشبع لكونفيت اللي هما يظهروا لنا في الصيف وقت الذروه اللي هما معناها الاستهلاك ولا اكثر من الانتاج. دونك احنا في القنوات هذوك نبدلوا القنوات باش نفيو بالحاجه عند ارتفاع الاستهلاك. كذلك القيام بعمليات الصيانه اللازمه من تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ، اداره الطلب على المياه عبر ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء. زاد عندنا البرنامج تاع الباب وزاد برنامج كبير، وعندنا 7 ولايات اللي نخدموا فيهم البرنامج هذا. أعلنت وزارة الصحة الشروع في تنفيذ الانتدابات التي تم إقرارها في ميزانية الدولة للسنة الحالية، والتي تضمنت الترخيص في انتداب 3000 خطة جديدة في مهمة الصحة، وذلك خلال السداسي الثاني من السنة الحالية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيقع لاحقا إصدار المناشير التي تضبط عدد الخطط وشروط وإجراءات الترشح للمناظرات التي سيتم فتحها في الغرب رد تبعا للترتيب الجاري بها العمل لكل سلك. في خبر آخر، أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة مساء أمس بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زغروبا عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المحامي مهدي زغروبا قام أمس بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كان بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة. وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة وفق تعبيرها. وأكد أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المضمون فيهم، وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وكان أعوان وأمن أوقفوا مساء أمس المحامي مهدي زغروبا الذي كان موجودا داخل دار المحامي بالعاصمة، وفق ما أفاد به المحامي سمير ديلوا. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بلاغ لها أمس أن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقر قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني، الأمر الذي تم توثيقه بمقطع فيديو متداول صوتا وصورة. وأكدت في المقابل أن البحث التحقيقي ضده لم يكن على خلفية مشاركته في تحرك احتجاجي مثل ما روجته بعض وسائل الأعلام. في خبر آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنهاروس محمد صادق جويني أمس بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنهاروس قررت فتح بحث تحقيقي قضائي على خلفية واقعة حجب جدارية العلم الوطني بالمسبح الأولمبي برادس ضد 9 أشخاص مشمولين بالبحث، 2 منهما في حالة إيقاف و7 آخرين محالين بحالة سراحة. وأضاف أنه تم عرض جميع الأطراف أمس على قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاء العلم التونسي والمشاركة في ذلك. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
نشرتنا متواصلة ونذهب إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة فجر اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الصهيونية في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35,173 شهيداً وأكثر من 79,000 مصاب. ياسين فوغالي وآخر التطورات في قطاع غزة. في اليوم 221 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قوة الاحتلال الصهيونية تواصل ارتكاب المجازر في غزة، وشنت فجر اليوم غارات كثيفة على شمال وجنوب القطاع أسفرت عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى إثر قصف وتدمير عدد من المباني السكنية، فيما فاد الدفاع المدني في القطاع أن تواقمه انتشلت 8 شهداء وأجلت مصابين آخرين من تحت الأنقاض بعد استهداف مدرسة تأوي النازحين في النصيرات وسط قطاع غزة. ميدان أيضا أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ العديد من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وخاضت فصائل المقاومة اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي في 3 محاور شرقي مدينة رفح وشرقي مخيم جباليا شمال القطاع وحي الزيتون، وقالت أنها تمكنت من دك تحشيدات العدو الصهيوني داخل معبر رفح بقذائف الهاون وأوقعت قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح. جنوبا وفي رفح قتل سائق يعمل في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وأصيبت موظفة أردنية في المنظمة إثر استهداف جيش الاحتلال سيارة تابعة للمنظمة شرق مدينة رفح بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتهما. يأتي ذلك بعد أن وسعت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها في رفح لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حي جنينة والسلام بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 300,000 فلسطيني. فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن العائلات في رفح انتقلت صباح اليوم إلى أقصى الغرب قدر الإمكان ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط، وأن المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح، ويصعب تصديق أن هناك أكثر من 1,000,000 شخص لجأوا إلى داخل رفح منذ أسبوع. في الشأن الدبلوماسي، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيمة التزام حماس بالانخراط في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار إذا وافق العدو الصهيوني على شروط المقاومة، فيما كشف وزير الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا على حركة حماس في قطاع غزة. وفي إشارة إلى استمرار مخاوف واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين تحدث إلى نظيره المصري سامح شكري، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح. إلى هنا مستمعينا متابعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذا الموعد الأخباري المفصل، نعود ونجيز لكم في عدونا. رئيس الجمهورية يأذن لدى تسلمه التقرير الأولي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات بإحالة كل الملفات المتضمنة لشهائد علمية مدلسة على النيابة العمومية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد إجراءات جديدة لضمان حسن تزويد حرفائها بالمياه خلال الصيف. وزارة الصحة تشرع في انتداب 3,000 خطة جديدة خلال السداس الثانية من السنة الحالية. آلة الحرب الصهيونية تكثف عمليتها ضد أبناء غزة العزل، وحركة حماس تؤكد التزامها بالانخراط في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار يلتزم فيها العدو الصهيوني بشروط المقاومة. إلى اللقاء مع أجمل تحيات كوثر عربوبي.